صالحة وتيكي، واحدة من عشرات آلاف الجزائريين الذين خرجوا في مظاهرة 11 ديسمبر 1960 للجهر سلميا برسالة أمة واحدة كان مضمونها بأن الشعب الجزائري مصمم على استرجاع سيادته مهما كان الثمن والظروف. صالحة ورغم صغر سنها الذي لم يتعد 12 سنة آنذاك، كانت مدركة أنها والشعب الجزائري عنوان لقضية تقرير مصير وأن الحرية تؤخذ ولا تعطى. خرجت مع أبناء حيها متقدمة الموكب، متحدية حاجز الجيش الفرنسي، لتصرخ بصوتها الطفولي: الجزائر جزائرية والجزائر مسلمة. الاستعمار الغاشم قابل البراءة بالرصاص، وسقطت صالحة وتيكي ورفعت معها القضية الجزائرية عاليا، وتكون أول شهيدة تسقط في ذلك اليوم التاريخي. صالحة هي تلك المرأة الجزائرية التي كانت روحها مشبعة بالوطنية من الفطرة، وهي واحدة من أبناء الجزائر الذين آمنوا بأن الحرية تؤخذ ولا تعطى، فضحوا بأرواحهم لتعيش الجزائر حرة مستقلة.